مناسب يعني. هو نص بعنوان جنابات تل العمارنة. شاردين نحنا من صورة محالب شينا، شاردين نحنا من نظرة فسل للدين، وصادقين نحنا من تال الرباب، صادقين نحنا من جهة الجنس والغلة، صادقين نحنا فينا شروق يجد حزم الظلام، لو فيك من شق الكلام يتملى، وصادقين نحنا ما نكايسين في اللجاويد شاية، ما نكايسين من فتاشنا مزلة، صادقين نحنا في الكوباري فوق بفوق، وتلغراف معاك من برا ما بنقراه، تجد باشرنا هاد الأرض ما لها حدود، إن درت الصلاة بنصلي، وإن درت الخلا بنخلي، وإن درت النعيز ناعزين، وإن درت الدواس دايسين، بلاك محقت مباشر جود، هذه الأرض ما لها حدود، وصادقين نحنا من تال الرباب الريس، وزي عافية عريس مخزون تجي مجاورنا، أصلنا بلا مدن مسيوط قلبنا ولا خجل، فينا المظنة راس، وفينا ورا العشق ميراس، وفينا المافي من ساعة نوصيل بنات، لا ربلة لا زغروت، زي خيشة القمح مرخية دال ناقصة، ومبقوص الرمال من دود، في حص الغبن وفي صفق الكتاب على اللكاك، تلحقيني كان مع المدخلة جرة واصل، وتلحقيني إذا الفواصل خيرت، والعام دخل في طفلة ميتة من الضحك، ونوضحك في 9 من شهر الولادة، يا قاعدة في طاير ويا طاير شوايلك باطلة، من باب الغلب والطيش يا للطيش، مطر في حاوية كايس الموية فينا الشق، وكايس بلاسعة يجيل، وكايس الوردة فينا الحيل، وكايس تفتش المعدودة والمقدودة، كملت النطع البساط الخوف، الدايرة من ترحال، الدايرة من ترحال، كملت النطع البساط الخوف، الدايرة من ترحال، ومشي للدلوك، كملت الملوك الدم، وشهدت النبات الكم يفوت بلا متر، وكملت البنات والطاعة، شواف العيون الخلقة، رسام الدرب للمرقة، يوم الحل يكون في زراعة، الرحمة الأمين والأخو الفنان، أبو الطبع الجميل البالغ الإنسان محمود محمد طه، أجبر خاطر وطن السبات، أنزل عليه حمل البيوت الشايل شيل، وأدخل على بيوت الزوات، ما يلخمك هذا الكنز، أدخل عليهم وقول لهم نحن المطاليق الصعاليق الوقاية الدود، البنلدة الجاهلة تنضم، قول لهم صوتكم في الحرابات 9، وفي الحرازات البطوم متقابلة، وغبن الما بيصل للحق ده غبن الحوقة، غبن الموية غبن ساي، غامة الحجاز طويلة، ماشى عمال وماشى في الأرض الأفندية التوابع، وماشى أرواح من غرايز، جابوا نصين من هضاليم المكسر، لاقتوا النيت اليتامى مشدعين وشايلين كلام في أصايص، نحن من خابرين بلاد ولا نخابرين الدسايس، جابوا سرجين جبنا ناقة، جابوا سيفين جبنا فوق الطاقة طاقة، قالوا نحلب من ضفورة، قلنا ما بنحلب جنونك، انت ناقصاك المدارس والعيادات والمرونة، شتمت فينا التواريخ والمساجد وكترت فينا المغايس، قلنا نصبر صبر أوطان في ضميرنا، صبر طير الجنة غايس، نفتح المزروب نوحد بين كلامنا وبين عواطفنا وصلاتنا في المساجد وفي الكنائس.